عدنا إليكم مشاهدينا. الآن سينضم إلينا المحلل الرياضي هيثم الدراغمي. أهلا وسهلا بك أستاذ هيثم. أهلا فيك وبتشرف أني أكون معكم طبعا. أهلا وسهلا. اليوم سنتحدث عن الكلاسيكو، المباراة الأكثر أهمية وجماهيرية حول العالم. بداية، نتيجة لم يتوقعها أشد المتفائلين لفريق برشلونة أمام الفريق الأقوى أوروبيا برباعية نظيفة. حدثنا عن الخطة اللي اتبعها فليك لتحقيق نتيجة كهذه. شوف، في البداية احنا بنحكي عن مباراة برشلونة وريال مدريد اللي هي يطلق عليها كلاسيكو الأرض، يعني المباراة الأكثر متابعة جماهيرية على مستوى الأندية في العالم. ودائما كلاسيكو الأرض في نتائج زي هيك، ودائما في نتائج غير متوقعة، ويعني مش إشي جديد على هاي المباراة الكبيرة. هلا موضوع أشد المتفائلين يعني أنا يمكن أختلف بجزئيات في هذا الموضوع، لأنه برشلونة أعطى انطباعات كبيرة قبل هاي المباراة، يعني مبلش موسم على بريتم عالي جدا، وقبل المباراة بأيام فاز بالأربعة على النادي البافاري، نادي بايرن ميونخ. لكن يمكن نحكي المتفائلين المتشائمين مش مين يفوز برشلونة أو ريال مدريد، هي الموضوع بالحجم النتيجي بال4-0 بعد الفوز الكبير كمان اللي عمله ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والريمونتادا الكبيرة، وبعد الأداء الكبير في آخر 5 أو 6 مباريات، لأنه ريال مدريد في آخر 4-5 مباريات أعطانا كمان انطباعات كبيرة. ومن هذا يعني المنحنيات اللي شفناها للفريقين، كان آخر 5 أو 4 جولات للفريقين بقدم مستويات عالية جدا، خلانا نتفائل أنه نشاهد مباراة مثيرة، مباراة مستواها عالي. وأنا بحكي حقيقة، يعني المباراة من النواحي التكتيكية والفنية والقراءات المدربين والشغل اللي صار في المباراة كانت مباراة عالية جدا، يعني عالية جدا، لأنه التكتيك اللي انتصر فيها، يعني مش الحماس، مش لا، مباراة لعبت بالتكتيك ونجح فيها المدير الفني لبرشلونة بفرض بمعالجة أخطاء الشوط الأول وبتكتيك فني عالي جدا إنه يكسب المباراة، وبنتيجة كبيرة جدا. نعم. هلا تفضلي اسألي. كمل أستاذ. هلا إذا بدنا نيجي نحكي، هل إنه كان متوقع ريال مدريد مثلا يحقق فوز على برشلونة 4-0 زي برضو كمان يعني يمكن لو سجل ريال مدريد أهداف مبكرة ممكن هو كمان فاز حقق فوز وعمل النتيجة هاي، لكن اللي صار في هاي المباراة واضح جدا إنه فليك اشتغل صح في هاي المباراة بتعديلات ما بين الشوطين، يعني اللي عمل تبديل عبقري، يعني أنا بسميه تبديل عبقري، إنه هو قرأ المشهد بين الشوطين جيدا، هو عمل تبديل يمكن ما كان متوقع بهذا التوقيت، انه هو اشرك اللاعب العائد من الاصابه فترات طويله اللي هو فرانكي ديونج، كان يلعب هو 2 في الدائره، فرانكي ديونج كان دخل محل فورمينو اللي بيلعب خلف المهاجم، رجع فرانكي ديونج لاعب مركز 6 عشان يعمل التوازن بوسط الملعب، عشان يعمل الانضباط العالي، عشان يكسر هجمات مدريد من نص الملعب، وقدم بيدري كان يلعب بجانب كاتسكادو في وسط الملعب، قدمه لعبه خلف المهاجم، فصار هو مغطي وسط الملعب بلاعب عالي جدا زي فرانكي، لاعب بنضبط دفاعيا ولاعب قادر على بناء الهجمات، وعمل حرية لأربع لاعبين في الأمام، لأنه بيدري انضم ليمين جمال ورافينا والنجم المباراة ليفاندوفسكي، فصاروا 4 لعيبة يعني راحوا للمرمى وهم عندهم لاعيبة عم بتغطي بنص الملعب، انه فرانكي عامل توازن بنص الملعب وعامل ديونج هذا التغطية، وفاجأ مدريد، لانه مدريد طول الشوط الاول كان هو عم بيحاول يلعب دائما كرة بخلف المدافعين يستغل هاي المساحات اللي بوسط ملعب برشلونة، لكن هو مشكلته كانت دائما مصيدة التسلل اللي فرضها فليك في المباراة، يعني كان يبدو أنه في رسم وتدريب كبير عالي جدا لبرشلونة عشان يلعب على مصيدة التسلل، ونجح في كل الحالات، يمكن حالة واحدة والشوط الثاني، رغم أنه هذا أسلوب مغامرة، يعني تلعب على مصيدة التسلل ممكن تنكسر هاي المصيدة وتسجل في مرماك، لكن الشوط الثاني الكلام هذا اختلف، لأنه في تغطية صارت من ديونج،
في حريه لبيدري انه يساند هجوميا، زاد برشلونه هو اللي لعب بظهر المدافعين، برشلونه هو اللي اخذ الاسلوب المعاكس، يعني صار ريال مدريد بيتقدم بوسط الملعب تارك مساحه بين الوسط والدفاع، واستغلها برشلونه بالكرات اللي تسجل منها الاهداف اللي كانت بظهر مدافعين ريال مدريد. وصراحه برشلونه يتمتع بلاعيبه صح شباب صح عناصر شابه، لكن عندهم ميزات عاليه جدا هجوميه. ومش مباراه ريال برشلونه وريال مدريد الكلاسيكو اللي بتحكي هذا الكلام، لا، 10 مباريات في الدوري فاز فيها برشلونه من اصل 11، نتائجه الكبيره خاصه مباراه البايرن في الاسبوع الماضي. نعم. طب استاذ هيثم، بقراءتك لخطه انشيلوتي، ما هي الاسباب الرئيسيه لخساره ريال مدريد مع اداء ضعيف وغير معتاد للفريق الملكي؟ شوفي، اول شيء انا بحكي من اكبر المشاكل اللي بيواجهها ريال مدريد حاليا، وانا حكيت فيها في احد المقابلات، انه ريال مدريد تتعاقد مع نجم كبير اللي هو امبابي. نعم. امبابي هو مش مهاجم صريح، الان ريال مدريد عم بحاول يفرض امبابي مهاجم صريح، بحاول يلعبه مهاجم صريح عشان يترك فينيسوس نجم الفريق يمكن الاول يلعب بالجناح الايمن. صار عنده نجوم اثنين سوبر ستار، اثنين هم بالجناح الايسر فينيسوس، اثنين هذول النجوم مركزهم الحقيقي هو الجناح الايسر. فريال مدريد بيلعب بدون مهاجم سنتر، يعني هو عم بودي امبابي ليلعب سنتر، بس امبابي لاعب مساحات. نعم. لاعب بيلعب بظهر المدافعين، لاعب بيلعب بالفراغات، وفينيسوس لاعب بالفراغات، ومطلوب من امبابي يروح لمركز قلب الهجوم ويتحول لمهاجم صريح، فهو اذا ما لقي المساحات بيفقد جزء كبير من خطورته. فهم اثنين بنفس المراكز بنفس الاسلوب وبيلعب واحد منهم مهاجم صريح. خطة ريال مدريد في نص الملعب الأربعة 4-4-2 فرضها واقع أنه وجود هدول التنين، ولو ريال مدريد في المواسم السابقة كان يلعب 4-3-3، كان يسيطر في دائرة الملعب ويلعب ثلاث مهاجمين. الآن هو عم بحاول يتكيف على وجود مبابي بالفريق، وهذا إشي صعب صعب جدا، لانه عم بغير اسلوب امبابي. يعني لو لعب ابراهيم دياز ودى امبابي من البدايه ولعب بثلاث مهاجمين، ودى امبابي على جناح وفينيسوس على جناح، كان ممكن يكون افضل لريال مدريد. لكن هو انشيلوتي كان يمكن براهن على انه برشلونه فريق بيترك مساحات للمنافس، برشلونه فريق ما بدافع، فهو بنى خطته على بهذا التكتيك. وهو كل مباريات اللي حط فيها امبابي تحت ضغط المدافعين وجد مشاكل كبيره، مش هاي المباراه، لانه امبابي لاعب طرف، لاعب جناح، هو بده اياه مهاجم، فهذه عملت له مشكله. هلا ريال مدريد بيقدم شوط اول ممتاز، اذا بدنا نحكي كره قدم، يعني ريال مدريد ما كان سيء بالشوط الاول، كان ممتاز، لكن هو اعتقد السلبيه اللي صارت ما قدر يتعامل مع تبديلات اللي عملها فليك. يعني فليك لما دخل ديونج كان مفروض من ريال مدريد غير اسلوبه وغير طريقته، ورجع عرف انه المعركه صارت بنص الملعب مش لصالحه، لا لازم رجع كثف، لازم غير مكان امبابي او بدل امبابي، يعني او دخل وداه جناح ودخل مهاجم ثاني، او كان لازم يضحي بامبابي، واذا بيقدرش يعمل هيك ويطلعه مثلا او يحوله جناح، يعني مش كان لازم يضل امبابي بهذا المركز. نعم، يعني احنا لقينا امبابي وفينيسيوس تائهين وغير متفاهمين ابدا، يعني في بعض الاحيان كان من ممكن انهم يحجزوا لو يتعاونوا مع بعض. لا، الموضوع مش انهم هم مش متفاهمين، يعني مش متعاونين، لا، الموضوع خارج عن موضوع التعاون، اكيد هم هذول نجوم عالميين والموضوع التعاون موجود، بس المشكله الاثنين هم بيلعبوا بنفس المركز. يعني انت بتحكي لاثنين مكانهم جناح يسار، العب واحد يلعب مهاجم صريح وواحد يلعب جناح، فكثير. هلا لما كان سابقا مثلا بنزيما مع فينيسوس، كان بنزيما دائما المهاجم اللي في السنتر الصندوق، كان فينيسوس يبدع بالجناح. الان امبابي ما بيعرف يلعب تحت ضغط المدافعين كمهاجم يحجز خط دفاع، بيعرف يلعب بالمساحات، وهذا نفس الشيء فينيسوس. وموجود امبابي بمكان انا متاكد ومقتنع انه مش مكان امبابي، ما شفناه بيلعب هيك لا مع منتخب فرنسا ولا مع نادي باريس سان جيرمان. هو انه انا مشكله ريال مدريد اني انا بدي اجيب امبابي، طب ما انا عندي فينيسوس. فينيسوس ومبابي نفس المركز، نفس المواصفات، يعني اللعب بالمساحات. طيب انا ما عمل التغيير، انا جبت لاعب مهاجم، لاعب جناح ولعبته مهاجم صريح. يمكن لو يروح مثلا مبابي على الجناح نشوفه نجم مع ريال مدريد اكثر من هيك. نفس الشيء ما بيقدر يستغني عن فينيسوس بالجناح. فهو انا اعتقد ريال مدريد لازم
طلع من الاصداء الاعلاميه انا بدي مبابي راح بحث عن مهاجم في المحطه، مهاجم صريح داخل منطقه الجزاء. احنا كجماهير بنشوف فيش تفاهم، فمش ما في تفاهم، هو اللاعب الاثنين بمواصفات اللعب بالمساحات غيرنا مركز احدهم، هذا اللاعب لما نغير مركزه فقد كثير من صفاته وقدراته. هلا فينيسيوس تحديدا في مباراه يوم امس ما كان بالوضع الطبيعي، يعني حتى واضح كان شوي عنده عصبيه وكان واضح انه متسرع، يعني في بعض في كرتين اجوه كان في متسرع جدا. هلا هذه يمكن من ظروف الكلاسيكو، من ضغط الكلاسيكو، لكن هذا بصير في كره القدم. نعم، وضحت الصورة أستاذ هيثم. دعنا نتحدث الآن عن نجوم برشلونة، خاصة الشباب اللي بيلعبوا بثقة عالية أمام أغلى نجوم العالم. كيف استطاع فليك في فترة بسيطة أنه هو يغير شخصية برشلونة ويحوله من فريق مهزوز لفريق تخشى أوروبا كلها حاليا؟ شوف، في نقطتين بدنا نحكي فيهم. نعم، وبدنا نحكي عن فليك. هلا برشلونة هو يبدو أنه الرئيس لابورتا بيستحضر فترة ذهبية هو كان فيها رئيس لبرشلونة، استلم لما عملوا الإنجازات والرباعيات والسداسيات، استلم فريق بنفس الظروف، بظروف فريق عم بنتائج سلبية بالدوري الإسباني بأوروبا بكل شيء، بظروف مالية كانت صعبة في ذلك الوقت أيضا، راح جاب الكابتن الهولندي فرانك رايكارد واعتمد على مدرسته اللاماسيا. يعني هذا راح فرانك رايكارد طلع 10 لاعبين من الشباب من المدرسة الكروية، لعب معهم موسم على طريقة كيف تشافي لعب معهم موسم، ما حققش بطولات بس نبأنا انه في نجوم جايين، كان بداية ميتي وانيستا وتشافي، يعني كانت بداية هؤلاء اللاعبين شفناهم يعني بيبشروا انه في شيء قادم ببرشلونة. في الموسم اللي بعده لما جاب غوارديولا وهم هذول كانوا نفس الاعمار زي هلا 18 و17 سنه و19 سنه، اكتسحوا الدوري الاسباني واكتسحوا اوروبا. يبدو انه شغف لابورتا نعيد التجربه خلته يعيد نفس القصه، يعني هو جاب تشافي، جاب لاماسيا، مدرسه لاماسيا اللي هي احد اشهر مدارس كره القدم في العالم، هي تابعه لنادي برشلونه، صعد مجموعه من اللاعبين الشباب، يعني حتى من عشان نكون منصفين، يمين يمال لما لعب بالفريق الاول مع تشافي كان عمره 15 سنه ونص. نعم، وحتى بلش تشافي مجموعه من اللاعبين كمان 17، قلب الدفاع امبارح كم عمره، كل اللعيبه 17 18 19 بلشوا. هلا انتهى عصر تشافي، اجى فليك بهدول اللعيبه اللي صار لهم سنتين بيلعبوا وهم صغار جدا بالفريق الاول بالدوري الاسباني، فهو اجى اللعيبه موهوبين طالعين من مدرسه يعني عاليه جدا في اعداد اللاعبين، واخذوا تجربه سنتين بالدوري الاسباني، ولاعب بيكون عمره 15 16 سنه وبيلعب سنتين في دوري بهذا المستوى على مستوى العالم من افضل الدوريات في العالم، اكيد بيكتسب الخبرات بيصقل موهبته. اجى فليك الان على هدول اللاعب الشباب، على هدول اللاعب النجوم، شكلهم على الطريقة اللي شكل فيها غوارديولا برشلونة لما عمل النجاحات، بلش إيش يوظفهم تكتيكيا، توظيف التكتيك اللي عم بيعمله فليك يعني يدرس، عم حتى مبارح ما لعب بالأربعة ثلاث ثلاث اللي بنعرفها عن برشلونة، لعب بالأربعة اثنين ثلاثة واحد، عم بياخذ من كل لاعب اقصى طاقاته، عم بيعتمد اعاد الكره الجماعيه لبرشلونه اللي اعاد التيكي تاكا، اعاد اللمسه، دخل اشياء جديده، انه هو برشلونه ما كنا متعودين على برشلونه دائما انه ممكن في فترات يلعب كرات المرتده او الكرات اللي بظهر المدافعين او الكرات او يلعب خلف كره، يعني هلا هو متعودين برشلونه اي مباراه يستحوذ 70%، بس هو عم بيتعامل مع المباريات حسب ظروفها، هو عم بيعمل استحواذ لفترات وفترات بترك الكره للمنافس، هذا شيء جديد، دخل فكرين مع بعض، فهو مدرب للامانه عبقري، وقراءته بين الشوطين يوم امس تثبت ذلك، فهو البرشلونه عم بيستفيد من مدرب محنك، عنده قدرات عاليه جدا، عم بياخذ اقصى طاقات اللاعبين، عرف يتعامل مع انشيلوتي، انا بالنسبه لي بشايف انشيلوتي ما عنده شيء جديد، يعني مدرب تقليدي. افكاره هي ما بتتغير، ما يعني لانه هو يمكن سنوات طويله مدرب انشيلوتي، بينما احنا عم بنشوف مثلا فليك عم بغير
بيحدث في كرة القدم، زي نجاحات غوارديولا كانت انه عمل تحديث بكرة القدم بالاسلوب بالتكتيك وبالخطط الفنية. فبينما احنا بالاسلوب الجامد اللي تعودنا عليه مع ريال مدريد هو اللي عم شفناه امبارح، ما شفنا شيء جديد. فهذا الفرق، يعني الفرق بين المدربين. اعتقد فليك ماشي صح، ماشي بطريق خطوات ثابته، البدايه قويه جدا لبرشلونه، لكن السؤال الاهم هل يستمر؟ هل برشلونه ممكن يعطي اكثر؟ برشلونه قاعد بيغيب عنه لعيبه، بنصاب منه لعيبه، عم بيرجع ما بنشوف برشلونه بتاثر، بيلعب دائما تحت بظل الغيابات. بينما ريال مدريد غياب يعني رودريجو يوم امس كان مؤثر جدا على الفريق. هذا الفرق حاليا بين العقليات والاساليب وبين التعويض، عم بعوض من اللاعب الشباب بيعطوني نفس المستوى، فهذا هاي فروقات لصالح برشلونه حاليا. نعم، انت ذكرت بان انشيلوتي مدرب تقليدي، فهل حان موعد التغيير للمدرب بالنسبه لريال مدريد؟ عشان الشارع الرياضي هلا ما يهاجمني هلا هو يعني مدرب تقليدي او كلاسيكي، هو يعني انه انا بحكي انه مدرب صار له 20 سنه عم بدرب، يعني ما في إشي جديد، عم بلعب بنفس الأسلوب بنفس الأفكار. على فكرة الناس فاهمة ريال مدريد غلط، ريال مدريد مع أنشيلوتي فريق تحولات، مش فريق بضغط ملعب المنافس، هو بيلعب فريق تحولات. أنا بعذره لأنه نوعية اللاعبين اللي عنده مبدعين في التحولات، يعني ولا ممكن يعني أنك أنت تتفوق على 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 مبابي وفينيسوس في المساحات. يعني لك في مباريات انت بحاجه مع فريق متكتل دفاعيا مع لعيبه نوعيه مختلفه، محتاج الى البناء انك تعمل فكره مختلفه. لكن انا شايف انه انشيلوتي جامد، يعني ما عنده افكار جديده، بيضلوا بنفس الفكره. هلا موضوع التبديل، انا يعني مش انا اللي بخيم مدرب عالمي ونادي عالمي على اعلى مستوى في العالم عشان احكي التغيير، لكن انا اعتقد انه ريال مدريد كان لازم من قبل بدايه الموسم عمل إشي جديد، غير شوي بالأفكار، وكان لازم بحاجة لمدرب جديد. يعني مش عقلية تلبيس الطواقي، يوم بلبس الطاقية لزيدان المدرب الكبير العالمي ويوم بلبسها لأنشيلوتي وبدل بينهم، لا، لازم فكرة جديدة، لازم مدرب. يعني أنا مؤمن دائما بالمدربين الشباب اللي عم بيجوا بيعملوا إشي جديد في كرة القدم. يمكن هو أنا منحاز شوي للمدربين اللي زي هيك، لا. فأنا أعتقد يعني، بس أنا مش صاحب قرار، مش أنا اللي بقيم صح يعني، لا، نادي زي بحجم ريال مدريد فعلا نادي ريال مدريد كان بحاجة إلى شيء جديد، إلى تغيير جديد، والتغيير الجديد بده قائد جديد، يعني مدير فني جديد. نعم. طب أستاذ هيثم، هل تعتقد بأن هذه المباراة يعني بتعكس المستوى الحقيقي للفريقين؟ يعني بمعنى آخر، هل دق ناقوس الخطر في مدريد أم إنها مجرد مباراة واحدة والفريق يمكن أن العودة للطريق الصحيح؟ لا، شوف، الدوري الإسباني دوري طويل. نعم. ومباراة يعني دوري طويل، يعني 6 نقاط بالدوري الإسباني مش الفارق الكبير. مرات بيكون الفارق 10 وبيرجع الفريق عادي، لأنه البرشلونة وريال مدريد ياما رجعوا من يعني من فارق نقاط كبير. هلا ناقوس الخطر انه ريال مدريد هذا نادي نفسه كبير، نفسه طويل، عنده روح الفريق، بيقدر يرجع دائما. هلا ممكن اعطته مؤشرات انه انت الموسم الماضي كنت تلعب لحالك بالدوري الاسباني بدون منافس، السنه نادي برشلونه رجع، بس غاب سنه واحده، بس رجع مباشره بفريق كبير بامكانيات عاليه بقدرات عاليه بمجموعه شابه ممكن تفيد برشلونه 5 سنين، مش يعني تجيب له بطولات 5 سنين. فهي اعطته ناقوس انه بده يشتغل، انه بحاجه انه يشتغل، انه مش البطوله انا جبت امبابي خلاص انا ما حدا راح ينافسني، صار عندي كل نجوم العالم بهاي الطريقه، لا، ما بيقدر يكمل، لانه اللعيبه اللي جابهم برشلونه اللي جابهم عامل عقود معهم بمليون و2 مليون دولار من مدرسته، بعد مباراة امبارح ومباراة البايرن ميونخ القيمة السوقية لكل لاعب وصلت 40 و50 مليون، يعني مباشرة ارتفعت أسعارهم وارتفعت قيمتهم. فهو ريال مدريد بحاجة لتعديلات كتير، يعني بحاجة انه يبلش ياخذ شوي من تجربة برشلونة، ياخذ شوي من يصعد من مدرسته الكروية، يدور شوي على المواهب الشابة، يعطي المواهب الشابة فرص. بخلاف ذلك
ناقوس الخطر راح يجي، لانه انت سنه على سنه بالطريقه هاي انت حتفقد. يعني انت اللاعب امبارح بدون كروس مثلا بعد ما خلص مسيرته، يعني خلص مع ريال مدريد، بتشوف انه ريال مدريد فاقد لاعب حجر اساسي في وسط الملعب، قائد كان يسكر له خط دفاع كامل بنص الملعب، هذا مش قادر يعوضه. فريال مدريد هاي المباراه بتعطيه انذار. نعم. انه برشلونه ممكن يرجع يعيد القصه اللي عملها سابقا بعهد غوارديولا وميسي، ممكن يعيدها الان. عنده كل المقومات انه يعيدها، عنده كل اللعيب الشباب النجوم اللي ممكن يعيدوها ويدخلوه مره ثانيه ويخلوه يكتسح اوروبا زي ما اكتسحها ايام غوارديولا. نعم. يعني بالنهايه كان فوز مستحق للفريق الكتالوني، ويبدو انه فليك رح يعمل نقله نوعيه لهذا الفريق. شكرا لك استاذ هيثم على هذه المداخله. شكرا لك، الله يعطيك العافيه. شكرا.